هنبدأ المحور الثاني واللي فيه هنعرف ازاي نحسب الضريبة على المرتب للموظف او العامل، وده هنستخدم نموذج مصلحة الضرائب عاملاه. النموذج ده فاكرين لما كنت بقول لكم المرتب الاساسي اهو، هتلاقي هنا في بعد تاني سطر على طول هنا كده هتلاقي كلمة ايه؟ مرتب اساسي اهو. ده المرتب ده هو اللي احنا اللي انا كنت بقول لكم عليه فيه علاوات مضافة. النموذج ده مصلحة الضريبة عاملاه عشان يسهل على الناس ازاي تحسب الضريبة على الموظف. زي ما هنشوف هنلاقي فيه 8 مراحل. 8 ايه؟ مراحل. المرحلة الاولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، الستة، السبعة، الثامنة. افهم الجدول ده كويس قوي علشان هيسهل عليك كتير قوي وانت بتحل المسائل او بتحسب الضريبة ازاي. اول حاجة هنطلع اجمالي الايراد السنوي بتاع الموظف، دي المرحلة الاولى. يبقى المرحلة الاولى اللي ايه؟ اجمالي الايراد، كل ما تقاضاه الموظف. انت لو تفتكر البند الاولاني من الايرادات الخاضعة للضريبة لما قال كل ما يتقاضاه الموظف خلال العام المالي. يبقى احنا هنحسب الاجمالي ده. الموظف بياخد ايه؟ مرتبه جزئين، جزء اساسي وجزء متغير. المرتب الاساسي والمأجور المتغير. طيب دي المرحلة الاولى، حسبنا اجمالي الايراد الايه؟ السنوي. المرحلة الثانية في خصومات بإعفاءات، فاكرين؟ احنا سائلينها دلوقتي في المحور الاولاني، الإعفاءات بقوانين خاصة. وفي إعفاءات تبقى للمادة 13 اللي هو الإعفاء الشخصي والاشتراكات في التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار. يبقى ادي البند الثاني، هنطلع بعد ما نطلع اجمالي الخصومات نخصمها بين اجمالي الايراد، هيديني صافي الايراد المؤقت. ده المرحله الرابعه، حسبنا ايه؟ صافي الايراد المؤقت. صافي الايراد المؤقت ده فاكرين هنخصم منه ايه؟ هنخصم، فاكرين لما كنا بنقول البند الرابع والخامس يتخصم منه 15% او 10,000 جنيه ايهما اقل للبندين دولت من صافي الايراد؟ اهدي صافي الايراد. صافي الايراد جبناه ازاي؟ اجمالي الايراد السنوي للموظف خده ناقص الاعفاءات اللي احنا سألنا عليها من شويه يديني صافي الايراد السنوي المؤقت. طيب حسبنا الاشتراكات في الصناديق، التامين خاصه والتامين على حياه الموظف والتامين الصحي والكلام ده، طلع حسبناها ب 15% او 10,000 جنيه او المسدد ايهم اقل، وخصمناه من صافي الايراد المؤقت يديني اجمالي الايراد الخاضع للضريبه. ده الايراد الخاضع للضريبه، تمام؟ طيب هنستبعد منه حاجتين، ضريبه الدمغه والشريحه المعفاه. لما نستبعد من اجمالي الايراد الخاضع للضريبه هيديني، ونخصم منه نستبعد منه ضريبه الدمغه النسبيه هيديني صافي الايراد الخاضع للضريبه. نستبعد منه الشريحه المعفاه اللي هي 8,000 جنيه هيديني وعاء الضريبه، هيديني الايه؟ الوعاء الضريبي بتاع الموظف اللي احنا هنقربه لاقرب 10 جنيه اقل. يبقى انا عندي الجدول ده، النموذج ده، نموذج لحساب الوعاء الضريبي لازم تكون فاهمه كويس قوي، ان هو بيتكون من 8 مراحل او 8 خطوات. الخطوه الاولى بحسب فيها اجمالي الايراد السنوي للموظف، الخطوه الثانيه بعد ما اخصم منه الاعفاءات هيديني الخطوه الثانيه الخصم اعفاءات بقوانين خاصه واعفاءات بقوانين طبق الماده 13 من القانون، هيديني صافي الايراد المؤقت، اخصم دي المرحله الرابعه. المرحله الخامسه اخصم منه اشتراكات التامينات الاجتماعيه الصناديق الخاصه والتامين واقساط التامين والتامين الصحي، هيديني المرحله السادسه اللي هو اجمالي الايراد الخاضع للضريبه نخصم منه او نستبعد منه ضريبه الدمغه النسبيه، هيديني صافي الايراد الخاضع للضريبه، هنستبعد منه الشريحه المعفاه هيديني 8,000 جنيه اللي هي 8,000 جنيه يديني وعاء الضريبه. تعالى ناخد مثال، المثال الاولاني ازاي نحسب ضريبه لموظف حكومي، خلي بالك حكومي، على كلمه حكومي يبقى عندي ضريبه دمغه نسبيه، لازم تبقى عارفها كده، قطاع خاص يبقى ما فيش ضريبه دمغه نسبيه. المرتب الاساسي بتاعه 1000 جنيه في الشهر، بيتضمن علاوات خاصه مضافه
وقدرها 50 جنيه. ده العلاوة الخاصة لإيه؟ المضافة. وذلك اعتبارا من 15/15/2015 ومئة جنيه بدل طبيعة العمل وبدل تمثيل واستقبال وحوافز وعلاوات اجتماعية وانتقالات والكلام من ده. قصة تأمين لصالح شقيقته، خلي بالك من الحتة دي. في قصة تأمين بيستقطع قصة تأمين على حياته لصالح أولاد القصر زي الفل، ده يتخصم عادي في الحدود 15% والعشر تلاف أيوم أقل أو المسدد فعلا. طيب المئة جنيه بتاعت اللي عمل على شقيقته ده مش ما ينطبقش عليه الخصم، علشان كده مش هيتخصم. تعال بقى نعمل خطوات الحل. اولا هنحسب اشتراكات التامينات الاجتماعيه اللي تخصم منه كل شهر، اللي احنا قلنا عليها قبل كده، اللي هو اشتراكات التامين الاجتماعي اللي في المرحله الثالثه. عندي اشتراك على الاجر الاساسي والاشتراك على الاجر المتغير. الاساسي 1000 جنيه في 12 شهر في 14%، النسبه ديت ثابته في على الاجر الاساسي بكام؟ ب 1680 جنيه. تمام. طيب تعال نشوف المتغير. المتغير بيقضى ب 11%. نجيب مجموع الاجور المتغيره السنويه ونضربها في 11%. الاجور السنويه 15000، ده الاجمالي بتاع السنه كله 15240 في 12 شهر يدينا في 11% يدينا 1676. يبقى مجموع الاشتراكات التامينات الاجتماعيه السنويه ودي تتخصم كلها، ما تخضعش للتأمين للنسبة دي خارج النسبة. المجموع بيساوي 3356 جنيه، ده تتخصم بالكامل. اتنين، نحسب قسط التأمين على حياة الموقع. هنحسب له كام؟ هنخصم له كام؟ العشر تلاف ولا الخمساشر في المية ولا السدد فعلا؟ تعال نشوف نحسب الكلام. بس قبل ما نحسب هنقول ان الممول قسط التأمين بتاع اللي عامله لصالح شقيقته ده لا يعتد به ولا يعفى من الضريبة. ليه؟ لأن الإعفاء لقسط التأمين على حياته لمصلحته أو لزوجته أو أولاد القسط فقط، أما أخواته أي حد تاني لا. طب نحسب قيمة القسط المعفي إزاي؟ نقول الأقساط المسددة فعلا هو بيدفع كل شهر بيتخصم منه 150 جنيه في 12 شهر ب 1800 جنيه، ده اللي بيتخصم. طب النسبة المحسوبة كام؟ 15% من صافي الإيراد، يعني 15% من هنعرف دلوقتي احنا جبنا 9444 دي منين؟ ده صافي الإيراد المؤقت. يبقى 15% من صافي الإيراد المؤقت يطلع 1417. الحد الأقصى المسموح به كام؟ 10000. نقارن بين الثلاثة دول ونختار الأقل، هيطلع لي ال 1417، ده اللي احنا هنعتمده له كخصم في من الضريبة، كخصم من غير خضر الضريبة. طيب ضريبة الدمغة النسبية إجمالي الإيراد الشهري بيساوي، لها حسبة عندك في صفحة عندك في الكتاب بتتحسب التفاصيل بتاع حساب ضريبة الدمغة النسبية، ارجع لها واقراها كويس لأن هيجي لك سؤال على إزاي تحسب ضريبة الدمغة النسبية. الأجر الأساسي زائد الأجور المتغيرة بيساوي 2270، يبقى المبلغ ده بيقع في الشريحة من 1000 ل 5000، ارجع للكتاب دي واضحة جدا في الكتاب. وفئة ضريبة الدمغة النسبية 75 من 1000 أو 7.5 من 1000. يبقى ضريبة الدمغة النسبية الشهرية بتساوي 1320 في 75 من 10000، يطلع لي 9.5 جنيه، 9.90 جنيه. دي ضريبة تستقطع شهريا. يبقى ضريبة الدمغة النسبية بتساوي 118,080 قرش، تقرب إلى أقرب جنيه أزيد، يبقى 119 جنيه سنوي. ارجع للكتاب في الجزء ده هتلاقيه واضح وفي امثله كتيره عليه. طيب نحل بقى نشوف نحدد وعاء الضريبه ازاي. هناخد المرحله الاولى. انا هنا جزأت لك الجدول لمجموعه اجزاء، علشان احنا عندنا 8، احنا هنا فسرت قسمت لك الجدول للاجزاء علشان المراحل عشان نفهمها كويس. ادي اجمالي هنحسب الاول المرحله الاولى اجمالي الايراد السنوي للموظف هيطلع كام؟
المرتب الاساسي 1000 جنيه في 12 شهر يديله 12000 جنيه. الاجور المتغيره عندي بدل طبيعه العمل وعندي بدل تمثيل هحوله لسنوي، انا مديه لك جنيه شهري. ركز في الحته دي لان ممكن اجيبها لك راس سنوي، ممكن اجي اقول لك طب بدل طبيعه العمل في السنه 1000 جنيه سنوي، تبقى تركز في الحته دي. يعني اذا جبت لك شهري تحولها لسنوي، يبقى تضربها في 12 شهر يطلع لك السنوي. بدل تمثيل واستقبال 400 جنيه في 12 شهر، حوافز انتاج، وده موظف حكومه خلي بالك، ده موظف حكومه، حوافز انتاج 600 جنيه في 12 شهر، علاوه اجتماعيه 20 جنيه في 12 شهر يطلع 240. بدل انتقال فعلي، ركز في دي، بدل انتقال ايه فعلي، بس احنا دلوقتي عايزين نشوف الراجل ده خد ايه وبعد كده ندور نخصم له ايه. يبقى اجمالي الايراد السنوي للموظف كام؟ 27240 جنيه. حسبنا كل ده مجموعهم 27240 جنيه. المرحله الثانيه الخصومات، ادي اجمالي ايراد الموظف، نخصم منه يبقى عندي اعفاءات بقوانين خاصه زي العلاوات الخاصه المضافه. هو قال لي ان الاجر الاساسي فيه 50 جنيه مضاف، علاوه خاصه مضافه شهري هنحولها لسنوي، يبقى 50 جنيه في 12 شهر يطلع لي 600 جنيه. العلاوات الاجتماعيه دي مخصومه احنا قلناها، ديت تخصم، ديت تخصم وتخضع تخصم من الضريبه، يبقى وهي 20 جنيه، يبقى في 12 شهر 240 جنيه. بدل انتقال فعلي اللي احنا لسه اتكلمنا عليه دلوقتي 1800 جنيه. تمثيل واستبال عشان ده موظف حكومه، ركز معايا، لو قطاع خاص مش هخصمه. وبعدين موظف حكومه 400 جنيه 40% من مربوط الاجر، من الاجر الاساسي. طب هو الاجر الاساسي كام؟ 1000 جنيه، يبقى 40% اخصمهم له كل، يبقى 400 جنيه اخصمهم له كل. لكن لو كان زاد عن كده كنت هخصم له بس 400 جنيه. تمام؟ احنا بنطبق القانون زي ما قال، هو قال 40% ده اللي هنعتبره معفي وما زاد يرجع ويخضع للضريبه. 40% في ال 1000 جنيه يطلع كام؟ 400 جنيه في 12 شهر يساوي كذا. اعفاءات طبقا للماده 13، الماده 13 جابت لنا الاعفاء الشخصي اللي هو 7000 جنيه واشتراكات التامينات الاجتماعيه. اجر الشركات التامينات الاجتماعيه على الاجر الاساسي هيجيني 1680 جنيه، على المتغير 1646 جنيه. نجمع الكلام ده كله خصومات نخصمه من الاجمالي الايراد السنوي، هيديني صافي الايراد السنوي المؤقت اللي احنا استخدمناه في حساب ال 15% عشان نحسب ايه؟ اقساط التامين اللي على حياه المول اللي احنا هنخصمها له. فاكرين لما قلت لكم حاجه بعد هعرفكم انتوا جيت منين ال 9444؟ اهي جيت منين؟ خصمنا اجمالي الايراد السنوي ناقص الخصومات سواء بقوانين خاصه او طبقا للماده 13. كده حسبنا صافي الايراد السنوي ونضربه، وطبعا احنا حسبنا النسبه ديت قبل ما ندخل في النموذج، النموذج بتاع الحل اللي احنا شغالين عليه، طلع علينا اجمالي الايراد الخاضع للضريبه 8027، يبقى 9444 ناقص 1417 يطلع لي 8027، ده اجمالي الايراد الخاضع للضريبه. نيجي بقى للمرحله اللي بعد كده، نستبعد ضريبه الدمغه النسبيه. احنا حسبناها بكام؟ ب 119 جنيه. يبقى صافي الايراد الخاضع على الضريبه كام؟ 8027 ناقص 119 يديني 7908. طيب نيجي بقى للشريحه الخاضعه اللي هي غير خاضعه للضريبه او تخضع للضريبه بسعر صفر او لا تستحق عليها ضريبه، 8000 جنيه. ركز معايا، هنا كام؟ هنا 6500، لكن في الواقع في سنه 2000 و 19 18 و 19 كانت 8000 جنيه. انا هقول لك ليه انا سايبها هنا ليه 6500؟ لان انا لما جيت اقول للموظف كان سنه كام؟ سنه كام؟ 2015، كان وقتها
الاعفاء او الشريحه الاولى 6500، دلوقتي الشريحه دي كام؟ 8000 جنيه. تمام؟ يعني لو كانت 8000 جنيه يبقى الراجل ده ايه؟ مش هيخضع للضريبه، لان كان وعاء الضريبه هيساوي ايه؟ بالسالب، يعني صفر، يعني مش هيخضع للضريبه. لكن انا سبت ديت علشان ابين لك ان هيبقى عندي وعاء ضريبي ايجابي موجب، وعشان نقربه لاقرب 10 ونحسب الضريبه عليه. يبقى احنا دلوقتي لما يجي لك في المساله هيجي لك 2019. 2019 يعني ايه؟ يعني الشريحه التي لا تستحق عليها ضريبه 8000 جنيه. تمام؟ انا سبتها علشان نوضح النقطه ان يبقى عندي وعاء ضريبي ايجابي موجب، وبالتالي اقدر احسب عليه الضريبه. اهو يقرب وعاء الضريبه الوعاء بكام؟ 1408، هنقرب ال 10000 جنيه اقل. اللي هو هيبقى بكام؟ ب 1400، ده الوعاء الضريبي. الضريبه المستحقه السنويه كام؟ في 10% 140 جنيه، ده في السنه. تمام كده؟ طيب في نقطه ثانيه، هاخد ال 140 كلهم؟ هاخد ال 140 جنيه كلهم؟ هاخد ال 140 جنيه كلهم؟ لا، ده احنا هناخد ما تنساش ان احنا هنطبق عليه ال ال قانون الخصم الضريبي اللي هو 85%. يعني ال 140 جنيه مش هناخدهم كلهم، لا، هنخصم له 85%، يعني تقريبا هناخد ادي 15 و و 6، يعني 21 جنيه، يعني تقريبا كل شهر هناخد منه 2 جنيه تقريبا. طيب خلاص كده تمام؟ تمام، نيجي بقى نعمل تسويه لحساب الضريبه في اخر السنه. في بعض الاضافات، بعض الخصومات، بعض الاستقطاعات بتتم خلال السنه، فبنيجي في اخر السنه نعمل تسويه لحساب الضريبه. في نهايه السنه الضريبيه بنعمل كشف، بنحدد فيه مبلغ الضريبه المستحق على الممول، وبعد كده نشوف احنا خصمنا منه كام، ونشوف هل هو له ولا ملوش. طيب عشان في بعض التغيرات اللي بتحصل زي ما قلت خلال السنه ناخدها في الاعتبار، يا اما المرتب زاد، يا اما الراجل اتخصم منه، خد جزء اتخصم منه، ضاف له علاوه تشجيعيه، علاوه دوريه، ايا كانت، فده نعالج الموضوع ده كله. اولا طب هنتم ازاي؟ هنعمل عمليه تسويه ازاي؟ يتم تسجيل جميع المبالغ التي حصل عليها الممول في كشف التسويه فيما عدا الخاضعه للضريبه المقطوعه اللي احنا قلناها، زي مثلا لما يبقى منتدب بياخد منه 10% بس ما نضيفهاش تاني. نسجل كل الايرادات اللي خدتها خلال السنه. وبعد كده بنستبعد الخصومات والاعفاءات بنفس الجدول اللي فات، زي الجدول اللي فات بالظبط، ونخصم الضرائب اللي احنا نحسب الضريبه على السنه كلها، ونخصم الضرائب اللي احنا استقطعناها خلال السنه كل شهر، ونشوف الراجل لو ليه رصيد مدين يسدد، لو ليه رصيد دائن نرد له الزياده. طيب فدي تعتبر من التزامات اصحاب الاعمال او مستحق الايراد، يعني دي التزامات على صاحب الشركه ان يخصم الضريبه ويحجز الضريبه من مبلغ تحت حساب الضريبه ويوردها خلال 15 يوم من الشهر التالي، دي حاجه. تاني حاجه ان يسدد ما يستحق من الفروق اللي احنا بنعملها في التسويات بتاعت اخر السنه. لو في تسويات على الموظف، صاحب العمل ملزم ان هو يخصمها ويورث مصلحه الضرائب. طيب لو طبعا هو طبعا ملزم ان يقدم اقرار ربع سنوي صاحب العمل للمأموريه، يعني في 1/1/4/1/7/1/10 كل ربع سنه يقدم اقرار بالضريبه اللي خصمها وورثها مصلحه الضرائب خلال الثلاث شهور الاخرى. ويختر المأمورية بأي تعديلات، سواء ممكن الموظف يتفصل، ممكن الموظف يتعدل، يبقى في تعديلات، خد أجازة بدون مرتب، خد أجازة بمرتب، أيا كانت التعديلات اللي تمت، فيبدأ يبلغ مأمورية الضرائب بالكلام ده. ولو العامل طلب منه أي بيانات من حقه ملزم إن هو يديها له. طيب
طب لو الراجل صاحب العمل ده مش موجود في مصر وملوش وكيل في مصر، يعني احنا قلنا ان في من ضمن الايرادات الخاضعه لضريبه المرتبات اللي هو ما يتقاضاه اي اجنبي عن عمل اداه في مصر، خد مرتبه من الخارج لكن بيخضع للضريبه في مصر. طب الراجل اللي هو اللي اداله المرتب ده والشركه اللي ادت المرتب ده مش موجود في مصر وملوش مقر، في الحاله زي دي مين اللي ملزم ان يسدد الضريبه؟ اللي خد الايراد، العامل او الموظف اللي خد الايراد هو في الحاله دي اللي ملزم انه يدفع الضريبه للمصلحه ويورطها للمصلحه وقت اكتساب الايراد. كده احنا خلصنا الجزء الاول من الكتاب، وان شاء الله باذن الله بالتوفيق للجميع. وبعيد وقرر تاني احنا هنعمل الامتحان ان شاء الله لما ترجعوا بالسلامة، والوباء ده ربنا يأذن ويرفعه من على الأرض، ويكون في أمان وسلام ان انتوا تيجوا تاني. فهنعمل الامتحان بعد ما تيجوا كده بأسبوع أو حاجة هنحدده مع بعض. تاني نقطة الإقرار، أتمنى ان انتم انت هتلاقي النموذج ده موجود في الإقرار، النموذج اللي احنا قلنا عليه ده هو هتلاقي ده، هتلاقيه موجود في الصفحة التالتة أو الأولى، يا التالتة أنت لما تفر الإقرار هتلاقيه في الصفحة التالتة أو الأولى من مصادر الدخل أو الإيراد للممول. اقراه كده وحاول تجيب مثلا لو باباك موظف أو مامتك أو أنت نفسك موظف، هات كشف المرتبات واحسبه كده وحديك عليه درجة. يعني لو اللي هيجيب لي كشف النموذج ده محلول بناء على كشف مرتب والده او حد اقاربه هدي له عليه درجه من درجات عمل السنه. ان شاء الله الكتاب فيه تفاصيل كتيره نقدر نرجع لها ونستكمل المعلومات عن موضوع حساب الضريبه على المرتبات. عندك بعض النماذج موجوده في الكتاب، وان شاء الله الزملاء الأفاضل المعيدين الهيئة المعاونة هيتناولوا معاكم كل شيء في السكاشن إن شاء الله أما ترجعوا بإذن الله. شكرا جزيلا وربنا يوفقكم، وإن شاء الله نشوفكم على خير، ومصرنا الحبيبة تكون في أعلى مكان، وربنا يرفع عننا البلاء والنقم بإذن الله. السلام عليكم.